أنا أفتكر أنه هو بهمه من المعادلة دي كلها أنه يجد الرضا الأجنبي. الجماعة بتاع البعثة الأممية ديل اللي هم ديل كما يقول البعض يسميهم الكفيل، يعني الكفيل الغربي ده اللي هو بالنسبة لحمدوك مواسبة البرهان وحمدوك الاثنين عندهم مرجعية، نعم هي مرجعية الخارج. يعني لو لاحظت مثلا الخارج ده كان متذمر جدا بعد قرارات البرهان مثلا نعم 25 أكتوبر، لكن ظل عنده مطلب واحد انه يعود الدكتور عبد الله حمدوك، مش تعود قوى الحريه والتغيير، لا كل ما مطلب. ولحظه عوده الدكتور عبد الله حمدوك تغيرت كل المواقف. الموضوع خلاص انتهى، غادر عبد الله حمدوك خلاص، دي مشكله كبيره بالنسبه للبرهان، برهان مصيره مرتبط بعبد الله حمدوك يعني. لا وما خرج ومصير البرهان البلد، لكن وين يعني في ما الحكايه دي؟ يعني شوف نحن نكون صريحين، يعني الان الموضوع ده مشروع من مشاريع ذاتيه تماما. دكتور عبد الله حمدوك في تقديري، يعني هذا تقديري الشخصي وارجو ان اكون مخطئا، رجل يتعاطى مرتب من الاتحاد الاوروبي ياخذ الاف الدولارات، وفي النهايه كل الدائره في من الموضوع ده دخل البلد، لا كان عنده علاقه بالثوره ولا كان عنده علاقه بالتغيير. اخر رساله بعثها للرئيس البشير هو كان يعتذر عن منصب وزير الماليه، كان ساعي بيدينه ورجلينه يجد دعم من البشير ومن وزير الخارجيه غندور انه يعين في واحده من المنظمات الامميه باسم السودان، وكانت حكومة السودان تدعمه آنذاك، وعرضوا عليه منصب وزير المالية، وفي النهاية لأسباب الرجل لم يوافق عليها بحكم الضغوط في اللحظة دي. كان الرجل عنده مشروع ذاتي جدا، لا من بعثة لا عنده علاقة بثورة ولا بتغيير يعني، وصنعت له كل هذه الهالة وهو لا يملك حقيقة أي شيء من يعطي مبرر لهذه الحاله. ولعله الناس اكتشفوه، يعني على مدار الثلاث سنين الناس اكتشفوا انه دي حكايه فارغه، يعني ليست كما يظن الناس انهم امام رجل يملك رؤيه اقتصاديه ويملك تصور عظيم لتحويل البلد. لا، الرجل كل ما يملكه هو هذا السند، والناس يتسالوا ما هو سر السند. الرجل اول ما جلس على الكرسي كتب خطاب للامم المتحده يطلب هذه البعثه الامميه، ومكتبه موجودين فيه هذه العناصر التي تشكل له هذا السند وتدفع لهم هذه الرواتب بالدولار. فالرجل لديه ارتباط واضح، حق الناس يكونوا صريحين، الرجل لديه ارتباط بالخارج، عنده بيحقق اهداف محدده، والنموذج ده موجود في المنطقه العربيه في ظل ما اتكلم عن العراق ولا اتكلم عن موجود هل فقدت البلاد استقلالها يعني؟ يعني تماما تماما للاسف الرجل المسؤول عن استقلال البلاد يمارس الان تكريس ضياع البلد تحت وصايه الاجنبي.